وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المحلل العسكري السوري اللواء محمود علي. أهلا ومرحبا بك سيادة اللواء. بداية، أنباء عن مقتل 37 مدنيا حرقا في هجوم لنظام الأسد على ملجأ ببلدة عربين في الغوطة. تحول نوعي في استهداف المدنيين، هل طور النظام من الأسلحة التي يستخدمها لاستهداف المدنيين؟ وما هي هذه الأسلحة؟ بداية تحية لك وللسادة مشاهدي القناة. حياك الله. في الحقيقة النظام منذ البداية لم يترك أي سلاح عادي أو حتى الأسلحة المحرمة دوليا إلا واستخدمها بالهجوم على المدنيين، وكان يركز في معظم الهجمات هو والنظام الروسي والميليشيات المتحالفة معه والإيرانيين على تدمير الحاضنة الشعبية، وغالبية القصف يعني 90% من القصف كان يطول القرى والمدن والتجمعات المدنية والمرافق الحيوية ولا يؤثر على الثوار الحقيقة أو مواقع الثوار الموجودة على الأرض. هذا هدفه الأساسي هو تدمير الحاضنة الشعبية، اثنين تهجير الناس أو تحطيمها بشكل نفسي من أجل أن يهجروهم في مرحلة معينة بعد الحصار والجوع وكل الممارسات التي تعرض لها الإخوة المدنيون على مساحة كامل الوطن. ولم يكن غريبا أن الملجأ الذي قصف في عربين هو عبارة عن قبو بناء عادي ليس مجهزا كملجأ، ولكن النظام استخدم أشد الصواريخ والقنابل فتكا. طيب بما تفسرون استخدام الأسلحة الغير تقليدية، منها قنابل النابالم الحارقة أو الفوسفور المحرمة رغم اتفاق على إجلاء المدنيين؟ النظام ليس له عهد، يعني منذ بداية الثورة في سوريا ورغم كل الهدن بما فيها بدءا من أستانا وانطلاقا بجنيف وانطلاقا بالمصالحات العادية التي أجراها النظام أو حلفاؤه، لم يلتزم ولا مرة واحدة. يعني منذ أن بدأت اتفاقات خفض التصعيد في المناطق الأربعة بما فيها الغوطة وغيرها، هل التزم النظام أو حلفاؤه يوما واحدا أو ساعة واحدا بهذا القرار؟ قطعا لا. قرار مجلس الأمن 2401 الذي صدر منذ يعني مثل ما بيقولوا حوالي شهر وأكثر قليلا، هل التزم الروس فيه أو النظام أو الإيراني أو حلفائه؟ قطعا لا. إذن النظام وحلفائه ليس لهم لا ذمة ولا عهد، وموضوع استخدام الأسلحة المحرمة دوليا من الكلور طيب. والسارين والغازات السامة بما فيها الفوسفور، يعني هذا أمر طبيعي بالنسبة للنظام. النظام لم يترك ولا سلاح لا عادي ولا محرم طيب. دولي إلا ما استخدمه. ولكن النقطة الواضحة في هذا الموضوع هو أصبح جليا النفاق والكذب وعدم وجود مؤسسات المجتمع الدولي بدءا من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وأعضاء مجلس الأمن الدائمين والصمت العربي المحيط. سيادة اللواء، كيف تنظرون لإعلان فيلق الرحمن وقف إطلاق النار في المناطق التي يسيطر عليها وعزمه إجراء مفاوضات مع روسيا؟ هذا أمر طبيعي، يعني المباحثات بالنسبة لموضوع فيلق الرحمن جاري. فيلق الرحمن مشارك في أستانا ويعلم تماما ماذا سيحصل الغوطة منذ أستانا 4، وهذا الكلام كل المحللين السياسيين تحدثوا عنه. والمخجل تماما أن الفصائل التي شاركت في أستانا وأثبت النظام وحلفائه بعدم التزامهم فيها، كيف يهرعون إلى أستانا التي بعدها والتي بعدها طالما أن النظام وحلفائه والروس والضامنين لم يضمنوا أي يوم واحد بدون إطلاق نار؟ لماذا يذهبوا إلى أستانا؟ أستانا أصلا ولدت ميتة، لم تنفذ منها شيء في بطبيعة على الواقع على الإطلاق، وهذا شيء الحقيقة معيب. وأنا يعني قناعاتي الشخصية أن إن كان فيلق الرحمن أو غيره من الفصائل الموجودة في الغوطة اشتغلوا بشكل منفرد حسب الداعمين وحسب الدولار السياسي، هذا شيء معيب. لو توحدوا ووضعوا أيديهم مع بعضهم البعض
ووضعوا خطة عسكرية حقيقية وهاجموا النظام في عقر داره، لانتصروا على النظام وقلبوا الطاولة رأسا على عقب على كل من تآمر على الثورة السورية بما فيها الدول العظمى وبعض الدول الإقليمية والعربية. من اسطنبول المحلل العسكري السوري اللواء محمود علي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.